الوعي جزء لا بأس منه، فكر، عبارة عن فكر، أوكي؟ فبالتالي يتوقع أنه كثير من الأشخاص اللي يدخلون عالم الوعي تتضخم أجسادهم الفكرية. لذلك أي شخص يدخل عالم الوعي ويسمع معلومات بدون ما يشتغل تمارين وتطبيقات وتطوير للمشاعر، ترى يعني ما راح ولا مكان إلا حفر زيادة وتورط زيادة. يعني في أشخاص تسمعينهم تقولين يا الله يجاوب لك على أي سؤال، فاهم صح، بس تعالي شوفي حياته، وضع مرة مزري. ليه؟ لأن جسد المشاعر تعبان. تاي المعلومات اللي تاخذينها ترى مو كثير لها قيمة مقارنة بالنتائج اللي المفروض توصلين لها، بالشعور اللي المفروض توصلين له. هذا هو المهم، الشعور هو الأهم. ذلك مو مهم كم حفظتي من قانون، كم فهمتي من درس، مهم وش تحسين فيه الآن. وش تحسين فيه الآن؟ إذا بتقولي لي والله أنا أحس أني مبسوطة الآن، أقول لك أوكي أنت الآن 10، أنت 9، أنت 8. تقولي لا والله أنا فاهمة مرة مرة فاهمة في الوعي، بس والله أنا أحس 2. أقول لك أنت وين رايحة؟ أنت وين رايحة؟ الطريق اللي أنت ماسكته مو سليم.